تاني جزء في شابتر 2 بيتكلم برضو عن التستينج تايبس, بس التستينج الخاص بالاب انتراكشن مع ديفايس سوفت وير. يبقى انا عندي ابلكيشن حواليه سوفت وير سواء خاص بالديفايس او بباقي الابلكيشنز, وعايزين نشوف هنتعامل معاه ازاي. فاول حاجه مثلا النوتيفيكيشنز, ده اول تايب عندنا. طب ايه التست كونديشنز اللي ممكن احتاج اتستها في جزئيه النوتيفيكيشنز؟ ان انا اتاكد مثلا ان الابلكيشن بيهاندل النوتيفيكيشنز بصوره كويسه, سواء كان في الفور جراوند, فور جراوند يعني انا فاتح الابلكيشن دلوقتي, او كان في الباك جراوند, بمعنى ان انا فاتح الهوم بيج بتاعه الموبايل, او فاتح اي ابلكيشن تاني بس الابلكيشن بتاعي مش مفتوح او مفتوح في الخلفيه. طيب ايه كمان؟ ان لو النوتيفيكيشن ده بيسمح لي ادخل على الابلكيشن, فانا كيوزر اقدر اشوف نفس الحاجه دي من الاب في وقت تاني. يعني ايه يا جماعه؟ يعني يقول لي مثلا النوتيفيكيشن كده يظهر في الموبايل في الفيسبوك, فلان منشند يو ان ا كومنت, انا ما فتحتش النوتيفيكيشن ده وعملت له سكرول كده اب ولغيته, تمام, او فتحته, سواء فتحته او لا, المفروض لما افتح الابلكيشن بتاع الفيسبوك الاقي النوتيفيكيشن ده موجود في خانه النوتيفيكيشنز. مش معنى ان انا شفته من الموبايل كبوش نوتيفيكيشن وما يظهرش جوه الابلكيشن. ماشي لو فتحته من بره يبقى ما يظهرش كرقم لأحمر كده اللي هو 1 ان عندي نوتيفيكيشن, بس لو دخلت اقدر اشوفه جوه. ولو ما فتحتهوش من بره المفروض لما افتح من جوه الابلكيشن الاقيه ظاهر كنوتيفيكيشن جوه الابلكيشن نفسه ان في حد عمل لك تاج او كده. طيب ايه كمان؟ ان لو النوتيفيكيشن بيخليني اوصل للابلكيشن في صفحه معينه المفروض الصفحه دي نفسها تكون اتفتحت. يعني ايه؟ يعني انت مثلا تلاقي سوق بعت لك نوتيفيكيشن كده على الموبايل يقول لك خصومات كبيرة جدا على اللابتوبات أو خصومات على الأحذية. طيب الأحذية الرجالي دلوقتي هو بيكلمني عن إيه؟ عن أحذية رجالي. يبقى المفروض النوتيفيكيشن اللي يظهر في الموبايل ده لما دوس عليه يفتح أبليكيشن سوق على صفحة الأحذية الرجالي, ما يفتحش الهوم بيج بتاع الآب ولا يفتح مثلا صفحة الأحذية الحريمي ولا أي سيكشن تاني. يبقى دي برضو حاجة بتستهم. طبعا لازم نوضح حاجة, واحد هيقول لي طب أنا هقعد معاه جنب الأبليكيشن واستنى نوتيفيكيشنز تيجي؟ لا يا جماعة, احنا في الموبايل تيستينج احنا بيبقى عندنا أكسس للأدمن بانل اللي بيدخل منها الأدمن يبعت نوتيفيكيشنز, واحنا اللي كتيسترز بنبعت نوتيفيكيشن بنفسنا ونبقى فاتحين الآب على الموبايل, يعني النوتيفيكيشن نبعته من اللابتوب ونبقى فاتحين الاب على الموبايل في نفس الوقت ونجرب كل الحاجات دي, مره في الفور جراوند مره في الباك جراوند وهكذا, ونشوف تاثيره علينا. طيب ايه كمان عندنا؟ تيستينج بقى فور كويك اكسس لينكس. دي شويه حاجات اضافت في الموبايلات في اخر مثلا 5 سنين ما كانتش موجوده زمان, موجوده في الاندرويد والاي او اس بطريقه مختلفه. وهي ايه؟ هي تقنيه في الاي او اس اسمها الفورس تاتش. الفورس تاتش دي حاجه عملتها اي او اس تسمح لك في الديفايسز بتاعتهم ان الديفايس نفسه بيحس بمدى قوه الضغطه اللي انت ضغطتها. يعني انت لو دوست دوسه واحده كده انت بتفتح الابلكيشن, دوست دوسه طويله يفهم منها ان انت عايز ايه, ان انت عايز تفتح اللي على اليمين دي, تلاقي كده بلاي ليست كده لسته ظهرت بحاجات اكتيفيتيز ممكن تعملها في الابلكيشن من غير ما تفتحه. اللي ابقوا جربوها في موبايلاتكم يعني. فالفورس تاتش دي خاصيه تبع اي او اس. المصطلح ده لازم نعرفه عشان لما نقرا كده لو انت اشتغلت في مشروع سواء في فريلانسنج او لا او في شركه ويقول لك احنا عايزين تيست الفورس تاتش تفهم مقصود بيها ايه, قوه التاتش, تمام. دي حاجه في الاي او اس. طيب لما نقرا كلمه 3D touch, لا 3D touch هي نفس الفيتشر دي بس على الايفون. يعني كلمه فورس تاتش دي عامه خاصه باي منتج تبع ابل سواء كان ايفون ايباد ماك ايا كان في تاتش, وبتدوس على حسب قوه ضغطتك الاكشن بيتغير, دي اسمها فورس تاتش. انما في الايفون نفسه اسمها 3D touch. طيب امال ايه بقى الهابتك تاتش؟ دي مش موجوده في السيلابس اصلا. الهابتك تاتش دي السنه دي في شهر سبتمبر اظن, دي بقى الاضافه اللي اتعملت على 3D touch, زودوا عليها شوية حاجات في اي او اس 13 وفي ايفون 11 و 11 برو, فبقى اسمها هابتك تاتش, تمام. ودي حاجة عشان كده بنأكد يا جماعة ان مجال الموبايل تيستينج او مجال التيستينج عامة بس في الموبايل اكتر, الابديتس كل يوم. يعني السيلبس ده معمول له ريليز في شهر 5 2019, وانا بشرح دلوقتي في شهر 11 لما جيت احضر الماتيريال اكتشفت ان 3D touch ده اسمه اتغير في 6 شهور. فمهما حصل مهما كان عندك ماتيريال تذاكر منها, حتى الفيديوهات دي انت لما تتفرج عليها بعد 6 شهور, انا بكلمك هنا على ايفون 11 ان هو احدث حاجه في الدنيا وده الموبايل الجديد اللي مش مع الناس, انت ممكن تكون بتتفرج علينا وايفون 12 نزل ومش هيكون في منهج جديد بيشرح الكلام ده, فانت لازم تكون ايدك في المجال وتجرب الحاجات دي بايدك عشان تبقى متابع اول باول الابديتس. طيب عندنا بقى في الاندرويد المقابل لفكره ال 3D تاتش والفورس تاتش والهابتك تاتش الاب شورت كاتس, اسمها كده اب شورت كات. برضو تدوس على الابلكيشن دوسه طويله تلاقيه فتح لك كده لسته زي دي على حسب الابلكيشن. في ابلكيشنز تلاقي بس كل اللي ظهر اب انفو ومفيش حاجه, وفي ابلكيشنز بتسمح لك اليوتيوب مثلا بيسمح لك تشوف السبسكريبشنز, تروح لصفحه السبسكريبشنز من الدوسه على الزرار ده, ممكن الواتساب يجيب لك مثلا رسائل معينه وهكذا على حسب الاب وعلى حسب الناس اللي مصممه الاب ده.
فاحنا كده شرحنا يعني ايه اصلا كويك اكسس لينكس. طب ايه اللي نتستو بقى؟ ان والله الابلكيشن بتاعي بيتعامل كويس لو معمول له سيت اب على ديفايس فيه الفيتشر دي، زي ما قلنا مثلا الهابتك تاتش موجود في اي او اس 13، يبقى انا لو الابلكيشن اتسطب على اي او اس 13 يتعامل بالطريقه بتاعته، انما لو على الاندرويد تظهر بالطريقه بتاعت اندرويد وهكذا. وطبعا الاكشن اللي عامله من الكويك اكسس لينك يظهر بصوره صح لما افتح الابلكيشن. يعني هنا مثلا عندي برنامج رسائل اهو بدوس عليه، ده في الاندرويد بيظهر لي اخر ناس كلمتهم، فانا ممكن اكلمهم من هنا. يبقى لما ادوس على اسم مثلا كي او فران او تريستان ده يوديني للكونفرزيشن اللي بيني وبينه، مش يفتح لي الابلكيشن على الهوم بيج. دي الكونديشنز اللي المفروض اتستها. في بقى بعد كده التستنج فور يوزر بريفرنسز بروفايدد باي ذا اوبريتنج سيستم. اليوزر بريفرنسز الحاجات اللي انت حبيت تغيرها، انت غيرت الصوت، وطيته، عليته، خليته ميوت، غيرت البرايتنس، غيرت النتورك، خليت الموبايل باور سيفنج، غيرت الديت او التايم او تايم زون، خليت الوقت مثلا احنا في مصر في جي ام تي بلس 2 اللي هو بعد ساعتين من جرينتش، غيرت موبايلك عربي، كل الحاجات دي. المفروض اي بريفرنس انت كيوزر تعمله الابلكيشن ينتراكت معاه صح. يعني دلوقتي بتست ابلكيشن فيه تو فيرجنز عربي وانجليزي، اعمل ايه؟ اجرب مره اتست والموبايل انجليزي، فالمفروض الابلكيشن الديفولت بتاعه انه يفتح على الانجليزي. بعدين اقلب الموبايل عربي وارجع افتح الاب، المفروض يفتح باي ديفولت على العربي. طب مثلا ادخل على السيتنجز واغير التايم زون لبلد تاني زي السعوديه مثلا، وانا بعمل ابلكيشن مواقيت صلاه، يبقى في الحاله دي المفروض الابلكيشن اوتوماتيك ياخد البريفرنسز دي ويغير البيهيفير بتاعه بناء عليها. دي التست كونديشنز بتاعتي في جزء زي ده. في بقى هنا جزئيه التستنج فور ديفرنت تايبس اوف ابس. احنا عندنا نيتيف ابس وهايبريد ويب ابس، طبعا اتكلمنا عنها في شابتر 1 بس بنعيدها تاني هنا، ان على حسب الابلكيشن التستنج بيتغير. لو انت نيتيف اب يبقى لازم تتاكد من الديفايس كومباتيبلتي، ان هو كومباتيبل مع الديفايس ده، لان هو اصلا معمول للديفايس ده. هل هو بيستخدم الفيتشرز بتاعه الديفايس بافضل طريقه ولا لا؟ بيستهلك الريسورسز كويس؟ طيب لو هو هايبريد اب، هل بيعرف ينتراكت مع النيتيف فيتشرز بتاعه الديفايس ولا لا؟ هل في بيرفورمانس ايشوز بتظهر بسبب الابستراكشن لاير؟ يعني ايه ابستراكشن لاير؟ ابستراكشن لاير ده مصطلح عام معناه ان انا كاتب مثلا كود وبعمل له ابستراكشن، بعمل له تجريد عشان يشتغل على اي بلاتفورم. وهو الهايبريد اب فكرته كده، احنا قلنا بنكتبه بيشتغل على كل الموبايلات بنفس الطريقه، ففي الحاله دي البرفورمانس بيكون اسوأ، لان انا مش عامل كود خاص لكل ابلكيشن، لا انا عامل كود عام يشتغل على اي حاجه. برضو لازم اتاكد من يوزابيليتي، اللوك اند فيل، شكل الابلكيشن بالمقارنه بالنيتيف ابس، هل شكله كويس ولا لا. طيب الويب ابس بقى اللي هي بتتفتح من الويب سايتس، اتاكد من الكروس براوزر كومباتيبلتي، ان هو بيشتغل على البراوزرز كلها، طبعا مش كلها، احنا قلنا برضو نتاكد من الماركت شير، من البراوزر المستخدمه كتير، نتاكد هل هو بيعرف يتعامل مع الاوبريتنج سيستم فيتشرز اصلا لو محتاجه ولا لا، ونقارن اليوزابيليتي بتاعته طبعا بنقارنه بالنيتيف ابس. طبعا بعد كده زي ما قلنا ان انا الابلكيشن بتاعي بيبقى فيه انتر اوبريبيليتي مع بلاتفورمز مختلفه واوبريتنج سيستمز مختلفه، فايه اللي لازم اخد بالي منه؟ ان انا مثلا الابلكيشن بتاعي لو انا عامل ابلكيشن بيحصل فيه شيرنج للكود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثلا في 2017 اظن نزلت تول جديده اسمها فلاتر. فلاتر دي انت بتكتب بيها كود بلغه اسمها دارت عشان تعمل ابلكيشن نيتيف يشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس، فهنا هو بيعمله شير للكود، ففي الحاله دي لازم يحصل كروس فانكشناليتي، الابلكيشن يشتغل هنا وهنا تمام ويبقوا زي بعض. طب لو الابلكيشنز مش بيشيروا كود، يعني ايه؟ يعني انا عندي اندرويد ديفلوبر بيكتب كود الاندرويد واي او اس ديفلوبر بيكتب كود الاي او اس، هنا انت بتست تو ابلكيشنز مختلفين تماما عن بعض، ما ينفعش تقول انا عملت تيست لدي هنا فمش محتاج اعملها هنا. برضو بنتست حاجه اسمها باكورد كومباتيبلتي، هل الابلكيشن مازال شغال على الفيرجنز الجديده ولا لا؟ باكورد كومباتيبلتي معناها ان لو الابلكيشن اشتغل على النسخه الاحدث انا بفترض انه هيشتغل على الاقدم، فانا بتست على الاحدث والاقدم. برضو بتست الفيتشرز اللي اتغيرت في البلاتفورم، زي فكره الهابتك تاتش اللي قلنا عليها، دي فيتشر نزلت جديد في الاي او اس فانا لازم اتاكد ان الابلكيشن بيتعامل معاها كويس. وبرضو مثلا الدوز اوبشن، الدوز ده فيتشر نزلت من اول اندرويد مارشميلو، عباره عن ايه؟ ان لو الموبايل حاسس ان البرفورمانس ضعيف بيبدا يقلل اداء بعض الابلكيشنز ويقفلها، برضو لازم اتاكد من حاجه زي دي. بالاخر يعني اي فيتشر تسمع عنها جديده نازله في الاوبريتنج سيستم بتاعك اللي الابلكيشن هيشتغل عليه، لو الابلكيشن بيتعامل مع الفيتشر دي يبقى لازم اتست اي انتراكشن ما بين الابلكيشن وما بين الفيتشر، حتى لو الابلكيشن كان شغال كويس الاول. بعدين بقى عندنا الانتروبيليتي بتاعه الكو اكزيستنس. يعني ايه الكو اكزيستنس؟ زي ما احنا شايفين ان انا الابلكيشن بتاعي مش عايش لوحده على الديفايس، لا ده في ابلكيشنز كتير حواليه، فانا لازم اتست الداتا ترانسفير ما بين السيستم وما بين الابلكيشن، لازم اتاكد ان الابلكيشن ما بيبوظش اي داتا موجوده على الموبايل،
لازم اتاكد من conflicting behaviors، ودي حاجه مشكله كبيره. ان مثلا ممكن يبقى عندي ابلكيشن بيقفل الجي بي اس عشان يحافظ على الطاقه، في المقابل في ابلكيشن تاني بيشغل الجي بي اس اوتوماتيك اول ما يفتح. فايه اللي هيحصل هنا؟ ممكن واحد فيهم يبوظ التاني، زي الفكره اللي قلناها بتاعه الكولز واليوتيوب. فلو في تو اكشنز من تو ابلكيشنز متعارضين مع بعض، لازم اشوف ايه اللي بيحصل في الحاله زي دي.